الله معكم أخوتي المشاهدين بآخر حلقة من أم النعم. أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا فيك يا مدام. أبونا حكينا كثير وعرفنا كثير عن نقط عن شخصية مريم في الكتاب المقدس، وبنفس الوقت عن أهميتها بالكنيسة وطريقة تكريمها. يا ريت بتحكي لنا هيك من فرق شوي، نوضح إذا بدك شوي كيف نكرم العذراء مريم، مش نعبد العذراء مريم كشخصية كتابية. سبق وذكرت بحلقة من الحلقات الماضية عن الصفة، صفة الله القدوس وصفتنا كقديسين، ومربولوس كيف خطب برسائله للمؤمنين كل المؤمنين بالقديسين، إخوة القديسين كان يسميهم، وهذه صفة عادية يعني إخوة المفصولين، أما القدوس هو الفاصل. هو حكيناهم مريم القدوس هو لأنه وحيد وما في قدوس غيره، هو الخالق الله، هو له فعل العبادة. لما أنا عارف حالي قديس مثل كل الباقيين، أنا إلي غير فعل، أنا علاقتي بحضرتك مدام هيفا هي علاقة صداقة، علاقة صلاة، علاقة عبادة بتسميها، بس علاقتي بالخالق هي علاقة عبادة، علاقتي بالآخر هي علاقة إنسانية مني لإله، أنا على مستوي قديس وقديس. لا يجوز الأفعال اللي تعطى إلى الله أن تعطى لغير الله، لأنه ما في غير واحد، الله واحد. صحيح. نحن منشوف بعضه سلوسي، كل الأفعال بتخص الله، بيقول إلهك إله غيور. يعني نحن بدنا نحترم هالغير، هو الألف والياء، ما نشرك حدا فيه، نحن ما قلنا حق، هو واحد إله، نحن عبادتنا إله وكلنا إله بالنتيجة، منه لإله راجعين يعني. صحيح. أما بالنسبة لشخصية أمنا مريم، مريم العذراء والدة الإله وشخصية أي قديس من القديسين، هي علاقتنا في علاقة تقوية بسموه، يعني من التقوى. صلاتنا نحن باتجاهها هي صلاة طلب شفاعة أمومية، مثل ما الابن بالبيت لما بيكون عمل له شغلة بده إياها من بيه، ما فيش أقرب ناس يقدروا يطلبوها ويجيبوها هي الأم. لما بيصلي بيسأل أمه بليز في مجال بابا يعمل هيك بيجيبها، لما الأم بتقتنع، والأم بتقتنع بالصح والغلط مع ابنها، ما عندها مشكلة، حتى بتشوف كل شيء صح، مشان هيك بتروح وبتقله للبي، يعني في نوع من هيك. هي علاقة فيها شفاعة، علاقة فيها بنوة، فيها أخوة إذا بدك، وكمان للإخوة اللي ما بيحبوا الوصايت مش غلط إنه نروح لعند الرب دغري. أيه. لأنه هو قالنا كمان تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أروحكم، يعني ما قالنا روحوا لعند حدا، كمان مش غلط إنه نروح ديركت للنبع. لا، هي مش دعوة لطلب الشفاعة، إنما العلاقة هي علاقة تقوى، علاقة في أشخاص أنا هيدي أمي بتعز علي، بدي أمي هي اللي، ومش غلط إنه كمان لحتى نريح الكل بطريقة أفكارهم إنه هيدي الأشياء منا غلط أبدا. العبادة هي لله فقط. صحيح. هيدي أهم نقطة، والباقي كله علاقتنا بالآخرين، علاقتنا بالقديسين، علاقة طلب شفاعة، وصلاتنا لأنهم صلاة تقوى، باب التقوى، وباقي ما تبقى كله عادي. صحيح صحيح. كذلك الأمر أبونا في نقط كتير مهمة بحب كمان أرجع فوت هيك مثل خلاصات. نعم. قدي عندي قدرة أتعلم من شخصية مريم، شخصية مريم العذراء اللي أخذت على عاتقها إذا بدك بقرارها الشخصي وبحريتها الشخصية إن قالت نعم وأخذت كل النعم، ولكن النعم اللي أخذتهم كانت مسؤوليتها كتير كبيرة وكان حمل كتير تقيل، منه حمل هين. قدين إحنا كمان بالنعم نقول له حاضر يا رب برسالة معينة يعطينا إياها، قدي في صعوبات بدنا نمرق فيها. العذراء مريم أخذت النعم، قالت النعم وأخذت النعم، ولكن مشيت بطريق صعب بصمت، وهذا صعب علينا كتير إن نعيشه. فكيف ممكن هيك تنصحنا أي مفاتيح نقدر نستخدمها حتى نقدر إذا بدك نمشي هيدا الطريق بصعوباته وبصمت؟ علميا وبشريا كل أم هي معلمة. صحيح. الأبناء بيتعلموا من أمهم، إن كان عن قصد أو غير قصد، بوعي أو بدون وعي،
بالابتسامة بالعطف بأي شيء. تروح أبعد من هيك باتجاه أمنا مريم العذراء، أول درس كمعلمة عم نحكي، أول درس هي الطاعة لإرادة ربنا رغم المصير المجهول أو رغم الضبابية اللي قدامنا. بالاختيار مريم بتعلمنا نختار نروح صوب طاعة إرادة الله رغم ضبابية المشهد أو احتمال سوء النتيجة. هيدا التعليم مريم يلي لما قالت له نعم ليكن لك قولك، قدامها هي كبنت 15 سنة في ضبابية بالمشهد أنه هيدي مش صايرة وممكن تموت رجما حسب الشرع اليهودي. هي أول تعليم. تاني تعليم بفرجيني الكتاب المقدس بعدة مطارح بيذكر عن أمنا مريم، بيقول كانت تتأمل كل شيء في قلبها. اليوم مين منا بحياته كمسيحي ما عنده اختبار مع يسوع المسيح؟ كل واحد اختباره شخصي ما بيعني حدا تاني، والله علاقته فينا علاقة شخصية بالاسم، بالاسم بالبصمة بيعرفنا. مريم علمتنا من خلال الاسم والبصمة لكل واحد قديه خصوصيتنا محترمة ومحبوبة من الله، ولما في خصوصية عند الله لكل واحد منا يعني نحن كتير محبوبين منه، وإلا ما كان عطانا خصوصية كنا غنم مثل بعضنا، مش كل واحد عنده هوية خاصة فيه. بس لنقدر نفهم مشيئة الله بحياتنا ونضل نحن تحت حمايته وحضوره ومحبته، يجب أن نتأمل كل أعماله في حياتنا، مش ناخد كل شيء مثل ما بيصير اليوم بطريقة بيسموها إذا بدك أبروفيتيست، يعني كله مصالح. أنا شو بتفيدني أنت؟ أنا بتعامل معك، ما بتفيدني ما بلكشك، ما لي مصلحة. أيوه بقى مريم بتعلمنا أنه دايما نكون واثقين بأي عمل بحياتنا نقراه على ضوء حضور ابنا ونتأمل فيه، ما في داعي ناخد نتائج دغري. هاي التأمل بضل ماشي معنا حتى نفهمه على أي صليب بيعترضنا، قدام أي صليب نوجد تحته أو حده أو حاملينه. مريم بتعلمنا كيف يربى يسوع المسيح، أو مش عارف الكلمة يربى، أنه يكبر فهمنا ليسوع المسيح بين إيدينا مثل ما ربى بين إيديها حتى وصل على الصليب. ما فينا نفهم يسوع المسيح غير ما نتأمله كل يوم بكل شغلة بحياتنا. ما فينا نتأمل أعمال حياتنا اللي بدنا إياها على ضوء الله واللي ما بدنا إياها على ضوء المصلحة، بل تكون كل حياتنا مجبولة بيسوع المسيح. هي تعليم مريم، ما أنه بعيد، إذا بتقرأ الإنجيل بتشوفيه بوضوح صحيح. هيدا مريم المعلمة إذا بدك يعني كصفة. بعد في كتير إذا بنحكي بعمق بدك تروح كتير معنا، يعني مريم مدرسة أم. هاي المدرسة يلي حسب قراءاتنا وبالكتاب المقدس بالتحديد بنحس صلاة صامتة، تأملها الصامت، تحملها للألام كمان بصمت، لأنه مشت درب الجلجلي بجنب ابنها. منا هيني أم إذا بدي أخذها على حالي أنا ما بقدر أتحملها بصراحة، ما بقدر أتخيل حالي بهيك مواقف. فالصمت اللي هو مثل ما قلنا كمان بحلقة، صلاة الصامتة صلاة من أسمى أنواع الصلاة. هل يا ترى صلاة مريم الصامتة كانت دعم لإلها وفهم، ولا كانت مجرد ناطرة شو بده يصير؟ لمجرد ما نقول كانت تتأمل كل شيء في قلبها، يعني كانت عم تعيش كل يوم بيومه وكل حدث بحدثه، حتى بمطرح من المطارح وقت اللي ضيعوا ليسوع هي اللي سألته، وقت اللي لقوه بالهيكل يجادل العلماء قلت له شغلت لنا بالنا انه ايه وين كنت ايه شو بيجاوبون يسوع؟ ألا تعلم أنه يجب أن أكون فيما هو لأبي؟ يعني رغم معرفتنا نحن أنه هاي الطريق الصح وأنه يسوع المسيح هون، مرات كتير نحن منضيعه بحياتنا، بنصير عايشين مثل كأنه ما في شيء معزي ولا شيء حدنا ممكن ينقذنا. بدلنا يسوع المسيح بجوابه أنه دايما عرفوا كل عمل هو أو كل شيء بحياتكم هو مرهون لإرادة الله، يعني خلي قلكم مرتاح ما حد ضيعوني. بعدين هاي بين مزدوجين اذا بدك للي بيسالوا بالانجيل، انه الانجيل بيحكي عن يسوع العمر 12 سنه، ومن بعدها ما بيجيب سيرته العمر 30 وقت اللي بلش بيشعره شوين كان وبلشوا يعملوا لك خبريات وهيك وكذا. طب ما هو جاوب بعمر 12 وقال لنا وين كان. الا تعلم انه يجب ان اكون فيما هو لابي؟ ما جاوبه هو، مش جوابي انا، بقي فيما هو لابيه لحد البشاره. اذا عندك ما اعطيه الجواب ما في داعي دائما تسال.
يعني نسكر المزدوجين يعني اذا بدي. لا نقطة كتير مهمة، لأنه فعلا في كتار أشخاص بيحبوا يحركشوا بهذا الموضوع كأنه هذا موضوع نقص في الكتاب المقدس. بدك تعرفي شغلة، أنه مريم بعمر 15 سنة كانت ببيئة فيها خلفيتها السقفية والدينية خلفية أنبياء، البيئة اللي هي فيها خلفية أنبياء، يعني عم تحكي بأشعيا، عم تحكي بإرميا، عم تحكي بكل أنبياء العهد القديم يلي حكيوا عن مجيء مسيح مخلص. كم من الأنبياء يعني ما تتصور حزقيال، قد ما تقري بتشوفي العهد القديم مليان بهذا الأشياء وكلهم تنبأوا لما كلهم كانوا هدول ناطرين مجيء مسيح مخلص وعم يحكوا عنه. كانت هاي الطفلة لعمرها 15 سنة اللي اسمها مريم، بالوقت اللي كل شعب إسرائيل ناطر المخلص المسيح حسب ما هو بده إياه، كانت هي عم بتغني تعظم نفس الرب عمرها 15. بالوقت اللي أعظم أنبياء إسرائيل مش فهمني شيء، كانت عارفة عم بتقول تعظم نفس الرب. يعني إذا بدك تنعطى لقب مريم غير الأمومة، أنا رأيي هي النبية بامتياز، عارفة كل مشروع الخلاص من لحظة، ها أنا أمة الرب حاضر. أكثر من هيك حضور لمريم في التاريخ الخلاصي غير الصفات الباقية، هي النبية بامتياز بكل العهود، لما هي بفضل النعم تبعيتها عملت ما يسمى ملء الزمن، ربطت الكايروس بالكرونس، ابتدى الخلاص، ربطت زمن الله بزماننا البشري، هي برحمة بقلبها بأحشاء. شو مريم مانا شخص عادي يعني، ومانا إله، هي بنت الأب وأم الابن وعروس الروح القدس. قيمة مريم العذراء في الكنيسة كتير ضخمة وكبيرة، ما حدا بيقدر ينكرها. تكريمها واجب على كل شخص يؤمن بيسوع المسيح، هيدي أمه. ربنا أمرنا بتكريم الأب والأم، أعطانا إياها أم لإلنا بشخص يوحنا الحبيب. قدي بقدر بالغ بهيدا الموضوع، صبح مسؤولية مسؤوليتي كل شخص بشخصه، وقدي ممكن أعطي لكل شخص حقه وآخذ من إلهي ومخلصي حقي، وبنفس الوقت بده ربي كمان حقه مني. فهيدي مواضيع إذا بدك أبونا، إذا بدي أتأمل فيها كتير صعبة وكتير أقدر أخلط فيها للآخر. في موضوع كتير مهم نقدر كمان هيك نضوي عليه، قدي حرية الشخصية ممكن توصلني للعمق وللفهم بكلمة الرب، أنا وين وأنا مين بالنسبة للرب، قدي أنا غالية على قلبه. اللي عطول بيقول هو الله اختارن، أنه هل يا ترى في اختيار في عنده ربنا ناس بسمنة وناس بذات، ناس مختارين هودي بالنسبة لإلهم لشخصه، هاي كتير مهمين وقت ما بقى جايبهم على الدنيا هيك لحتى يعذب فيهم، لأنه المنظر الخارجي بمحدوديتنا وعدم فهمنا إذا بدك. أوكي موجود في كل هالوجع وهالألم اللي موجود عند العالم، قاعد عم يتفرج عليهم ليه؟ ففكرة إنه هيدا الألم نحن كشعب عم نجيبه لإلنا، ليل كتير ما بدهم يسمعوها، ما بدهم يستوعبوها. أنا من مريم بهيدي النقطة بعدك قايلها، بنت 15 سنة هي أعظم من أي نبي ممكن يكون موجود. كيف ممكن استوعب إرادة مريم الحرة اللي قالت فيها نعم بحريتها الكاملة اللي وصلتنا لهون؟ كيف بدي أتشبه فيها وخلي كمان المشاهدين يقولوا إنه هيدي شخصية لها أهمية بالدراسة، يعني بحق لي أقعد وأدرس هيدي الشخصية لحتى فيي ولو أمشي على خطاها وجاهد لحتى فيي أوصل؟ أكيد مش بقوتها ولا حتى بقوتي، في قوة الروح القدس هي اللي عم تشتغل فينا. فقدي فينا نتعلم من هيدي ونخلي المشاهدين هيك نضوي على هيدي النقطة. نحن بمعموديتنا لما مش احنا بالميرون المقدس محيط عنا اثار الخطيئة الاصلية، لازم كل تكة وكل لحظة نضل نشكر ربنا على محدوديتنا. اذا في خير عطانا اياه الله كمخلوقات على صورته ومثاله، هي محدوديتنا بالجسد بالوقت وبالزمن.
هيدي نعمة كبيرة، بس ما لازم نستغلها، يعني لازم نستفيد منها. تفرق صحيح. من كلمة استغلال وبين الاستفادة منها، وإلا ما كان عطانا نعمة المصالحة وسر الغفران. اليوم سر الغفران وسر المصالحة هي عطانا إمكانية العودة كل مرة له، إن شاء الله كل يوم بعترف بأخطائي. ومفروض كل يوم أقعد قدام ربي وأعمل كنترول لحالي لحتى أعترف بعند الكاهن بسر المصالحة. عم بحكي أوكي بالأسرار، يعني يسوع المسيح حيث يسوع المسيح موجود. حيث يسوع المسيح موجود، لحظة، موجود يسوع المسيح بأماكن وأماكن تاني؟ لا، بالأسرار عم بحكي. أوكي، بعدنا بنقطة الأسرار. بس لأنه في حال حدا عم يسمع وسمع هول كلمتين، معناتها حددنا الرب بمطرح لا بيان. أنا عم بحكي عن خدمتي الكهنوتية، هي خدمة الأسرار يلي الرب دعاني لها. رب يسوع المسيح ما في عمل عمله لمع حدا إلا ما كان مبلش بالمصالحة والغفران. حتى وصي تلميذه وصاهم بمرقس واضح وبكل الأناجيل، اذهبوا اغفروا الخطايا، اشفوا المرضى، اطردوا الشياطين. يعني كل بداية عمل بكون تعمله لتبشر باسمي في غفران، بعدين بتروح على البيت. هلا ما نشفت مغفورة لك خطاياك، آمن، قم احمل سريرك وامشي. يعني دائما كانت البداية بالغفران قبل ما يصير فيه الشفاء والعجائب الباقية. يعني المنطق اللي عم بحكي فيه انا عن الحرية اللي سألتيني عنها، بعطيك مثل بسيط. اليوم انا اذا جاي وحاطط براسي انه عصبك، انه كب كلام يستفزك او يعصبك، عليلك ضغطك او شي من هالنوع، وجيت وعملت كل الوسائل الممكنة حتى عصبك وعصبتي، بتكوني حرة ولا بتكوني مستعبدة لمقاصدي؟ إذا عصبتي بتكوني مستعبدة لمقاصدي، أو بيكون في شيء وجع لحتى واحد يعصب. نحن كائنين منفصلين، الله بيعرف كل واحد منا بالاسم. صحيح. وعلاقتي بالله هي أسمى وأهم علاقة بحياتي، ترجم علاقتي بالآخرين من خلالها. يعني ما بخلي حدا يعصبني. كاذب من يقول أنا يحب الله ولا يحب أخاه. صح. لا، هي ذاتها بتنطبق على موضوع الحرية والعلاقة بالله والعلاقة بالآخر. هي ذات ما فيك تقول. الحب هو أعظم علاقة بيننا، كل شيء كل على أنواع العلاقات بيجي تحتها. مشان هيك لما أنا بيجي بحاول أعصبك أو استفزك وما بتعصبي، يعني أنت حرة منك مستعبدة لما قصدي أنا. هي بأبسط مثل. هاي الحرية الداخلية اللي بتخليك انه قلبك هو لله. ما ولا ممكن يكون عندك حرية بسموها حرية ابناء الله اذا ما كان قلبك هو ملك لله بالتحديد. اذا اللي بيشتغل فيه هو الروح فقط، روح الله مش غير اي روح تاني. اذا كل شيء بحياتك مش الطعام اللي بتعمليه بالبيت، مش القراءة اللي بتقريها، مش التلاميذ اللي عم تعلميهم او شو ما كان، كلهم عم تعمليهم في سبيل مجد الله. صح. بس ما في عندك يعني شيء تاني، يعني حتى لو سوري انه قلت لي دق لي هالصحن الطبيخ انا عملته، وجيت انا دقته قلت لي كثير طيب سلم دقيقتي. الواحد واحد بحكي مثلا انه انا وحضرتك قاعدين، بدل ما تقولي لي تنبسطي انه انت عملتيهم وهو كذا، المجد لله. مش بالطبيخ، مش بحصان طبيخ، مش بخبزه، مش بيرد كل شيء الواحد لمجد الرب. بعد اقل من هيك بعد، مش بابتسامه، مش بمرحبا، مش بسلام. وصل لمرحلة يسوع قال بتقولوا السلام إذا ما استقبلوه بيرجع لكم. لهالدرجة بيرجع لكم، مش بيروح بالهواء. لهالدرجة. صحيح. بقى الحرية تبعيتنا اللي سألتيني عنها حضرتك بتكون حقيقية وبلغة عمقة قدي نحنا منكون أشخاص على علاقة بسيد هالحرية، قدي مكرسين حالنا بكليتنا بيومنا وبأعمالنا بساعتنا بإيدينا بكل شيء، بجوعنا بقهرنا بنعسنا بكل هؤلاء مجد الله. تشوف الحرية كاملة ساعتها، ما بشي بيأثر عليك، ما في شيء بيهز ولا الإنسان، ما في شيء بيأثر عليك. صحيح. ومثل ما قلت أبونا، قضية الحب الصادق اللي حر، حتى نأكد قضية الحرية قديش مهمة، اللي بيبقى بحب بصدق ما عنده أي غيات ولا أي، ما في غير الإنسان الحر بحب بصدق. لأنه بقيت ما بقى بتحسن إذا بتحب أو إذا بتحبني، حتى الأهالي بسمع على أولادهم بيقولوها إذا بتحبني بتعمل هيك، كأنه عم بيستغل عواطف الطفل هذا لينفذ له كلامه، مش لأنه الطفل لازم يعمل هذا الشيء من تلقاء ذاته إذا بيحب هالشغلة إيه أو لا. ما في ناس بيخوفوا الطفل بالأبونا.
وبربنا، ومش بس بالأبونا، بربنا بيجي يسوع بيخنقك بالليل إذا منجيب لك الأبونا مثل كأنه بيجيب له شي بربختي يعني شو. عن جد هودي مواضيع لازم هيك نعالن، نعرف حالنا شو عم نحكي وبأي طريقة. فعلا الحرية هي كتير مهمة بحياتنا الشخصية، لأنه بتخلينا محررين، تعرفون الحق والحق يحرركم. صح. كمان ما بعرف إذا دقينا بكل المواضيع، تقييم أبونا لرعيتك، خدمتك أنت كشخص كاهن عم تخدم رعية، رعية يعني أنت راعي لها نوعا ما، كيف ممكن تقيم رعيتك حضرتك بخدمتك للرب؟ وشو بتحس النواقص؟ هل يا ترى عملت هالتقييم على طول عنا نحن بشغلنا في شي ناقص؟ قيمت شي مرة شغلك، عملك، خدمتك للرب وقلت في هون نواقص معينة أنا لازم جدد حالي فيها، ارفع قلبي للرب أكتر حتى يساعدني فيها لأنه أنا ضعيف ما عم بقدر تممهم بهذا النطاق؟ لأنه كتير حلو كل خادم رعية يعمل هذا التقييم، شوف النقص ليقدر يغير ويتقدم هو روحيا، نفس الوقت يكون منه حجر عسرة لرعيته ولو بالاشياء الصغيرة البسيطة. يمكن خبرتي شوي يعني عمر 20 سنة بالعمل الكنسي، رأيي انه الكاهن بالرعية ما لازم ينسى حدا، يعني كلهم هني ولاده كلهم بتعيطوا له ابونا، معناتها هو اب للكل. يعني انا بضطر مرات ما زور حدا لهالدرجه، لانه ما فيني اقبل نزور حدا والتاني ما زور. كلهم يعني كلهم، هيدي عناوين اليوم يعني. بدي الفت نظر المشاهدين لشغله كثير مهمه. المعمودية اللي حكينا عنها يلي بتخلي الحرية أساسية بحياتنا كمسيحيين، ماربولوس بيحكي عن ثمارة وبيقول إنه ثمار العبادة والمعمودية والعبادة لله هي الإيمان. ثمار المعمودية الإيمان، وبعدين الرجاء، وبعدين المحبة. بيقول وأعظمهن المحبة. هو بالتعليم بالتيولوجي مورال يعني يسمون فيرتو كاردينال او فيرتو تيولوجيك، هدول الفضائل الالهيه. اهم فضائل هاو بينتجوا عن الايمان، الايمان يلي الرجاء يلي المحبه. وفي فضائل تانية بتيجي بسموها فيرتو كاردينال يعني جانبيه، بس فضائل مش رذائل. في شغله لفتتني اثناء التعليم، ما حدا يمكن قليل اللي بيحكي عنها بيعرفوها، مش عم بقول انه ما بيعرفوها، بس قليل اللي بيحكي عنها، بسموها بلغه اللاهوت مانيانيميتي. مانيانيميتي يعني باللغه العربيه عزه النفس. عزه النفس فضيله مش رذيله، وهيدي من ثمار العلاقه بالله الصحيحه ومن ثمار المعموديه. اجمالا عزيز النفس بيشبه كتير المتكبر اذا ما بدك تقربي منه. فاكرين اثنيناتهم شايفين حالهم او شيء؟ بس شو الفرق؟ بعطيك مثل بسيط للفرق بين عزيز النفس والمتكبر. اذا انا مثلا ظهري عم بيوجعني وقاعد مش قادر نخ اجلك انه البس بيجري، اذا قلت له لعزيز النفس ساعدني الله بس تقدر حط بيجري، بيركع وبحطه عادي وما بينتبه انه عمله. بس المتكبر لانه عم يخده، المتكبر ما بيعمله ولا ممكن حتى لو مساعدة شخص ما بيعملها. أنا بدي أنزل ما بيعملها، بس بيشبهوا بعضهم هني هيك. شوف واحد بتلاقي فرق كتير كبير بين واحد عنده عزة نفس وكرامة. عزة النفس، سألتيني عن الرعية، رح وصلك لهيدي، رح وصلك لمفتاح العلاقة الحقيقية مع أبناء الرعية الواحدة. الخادم لازم يخدم عزة نفس كل أولاد الرعية، مش كبرياءهم، بكرامة، مش كبرياءهم. صح. بدي ميز، ما فيك تخدمي حدا على حساب حدا بالرأي.
طيب هذا سبب تقري... اني ما ازور كل رعايتي؟ ايه مثل بعض. اذا بتعرفي تخدمي عزة نفسهم كلهم بيساعدوا بالرعية وكلهم بيكونوا قراب وكلهم بيكونوا حدك وحد الرعية وحد كنيستهم. اذا بتعرفي تدقي بجوهر كرامتهم الحقيقية اللي الله زرعها فيهم، مش البوزيشن ولا المال ولا اي خلفية تانية حزبية او سياسية او شو ما كانت تكون. كل واحد منا مش اصغر طفل، اذا الطفل بتعيط عليه قدام رفقته بيعمل مشكل. اكيد طفل عنده عزة نفس بس ما بيعرف يترجمها الا بمشكل. صحيح. بس انه هيدي العزة نفس بتيجي بالعماد مزروعة زرع. كاهن الرعية وخادم الرعية لازم يعرف يتعاطى مع عزة نفس ولاده، بالتحديد مع هالفيرتو مع هالفضيلة. اذا عرف فرجاهن عليها واحترمها وكرمها بالحزن وبالمرض وبالفرح وبكل بالجوع وبالصحة وبالعافية بأي نوع كان، بيكون خادم حقيقي لرعيته. الله يقدرنا نقدر نوصل الكل نحطهم تحت مظلة هالرؤية هيدي وهالنظرة حتى نكون، لأنه المسيحي عزيز النفس مدام هيدي. صح. عزيز النفس. صح. يعني بيموت جوع ولا بينزل ملك، مش كبرياء. هاي أنا بقول المسيحي بحد ذاته ملك. ايه. ابن ملك بيموت الملوك. بيموت جوع ولا بينزل، بيموت من الوجع ولا بقول آخ. صح. هاي عزة نفس، هاي مش كبرياء. تفرق كتير إذا بك تقعد تفصلي شو الفرق بين عزة نفس والكبرياء. كل واحد كل واحد مطرح. المعمد عزيز النفس لأنه في ميرون ربنا ممسوح بقلبه من جوا بالروح القدس، مغير كيانه كله، شقلبه فوقان تحتاني، يرده للحال الأولى. هلا قديش بيغبر الواحد على حاله بضيع الطريق، بس سهل يرجع. أكيد لعينه على الرب بيرجع. خلص الوقت أبونا. أعزائي المشاهدين، نشكر مشاركتكم معنا بآخر حلقة من أم النعم. إن شاء الله نكون أعطينا ولو تترات، بس تترات ضخمة بدها دراسات، بدها بحث، بدها تأمل. اللي حكيناه أبداً منه كافي، بحاجة لشغل. وياريت كلنا منرجع لتحت أقدام الصليب، نلقط كتابنا الكنز الضخم اللي الرب عطانا إياه، نقرأ، نتأمل، نسأل. ما حدا منا بيعرف كل شيء، كلنا بحاجة إن نسأل ونستفسر. أولاً الروح القدس، ثانياً راعي كنيستنا لأنه مفروض إنه يكون جاهز، لأنه هو بي لقلنا. والأصعب من هيك إني أقعد وأتقوقع على ذاتي وريح حالي إذا بدكن، ونقول إنه الله مش موجود وما بدي صلي. هو بيعرف شو بدي بدون صلاة. صحيح بيعرف شو بدنا، بس كتير بحب إنه نقعد معه ونحكي. المسيحية منو دين، المسيحية هو علاقة مع شخص رب المجد يسوع، وهيدي العلاقة هي اللي بتقدسني، هي اللي بترفعني، وهي اللي بتخليني فعلا بنت ملك الملوك. والله معكم.